اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الاكل بتاعنا من المطبخ المصري الجميل، ولكن لنا تراث معاه ولنا ذكريات. الخبيزه، كلنا نتجاهل الخبيزه، ولكن في الريف المصري والصعيد المصري يعلمون جيدا القيمه الغذائيه للخبيزه. وايه هي الخبيزه؟ الخبيزه ورقتها جميله زي ما حضراتكم شايفين كده. احنا نعملها النهارده طاجن الخبيزه باللحمه الكندوز مع الرز، حاجه كده فكره طهويه هندلعها من الاخر. يعني الخبيزه مفيده للقولون، مفيده اللي بتعالج مشاكل كتيره الامساك، قيمتها الغذائيه عاليه جدا، بتقلل من السكريات اللي موجوده في الدم، فلها فوائد كتيره قوي، زيها زي الهندبه اللي هو السريس، حاجات بتاعت الريف المصري والصعيد المصري الجميله. معانا القرع العسل النهارده، واحنا معانا قرعيه من زمان بقالها اسبوع معانا، فلازم ان احنا نستغلها. وهي دي الفكره، ان احنا لازم نكون مخزنين حاجه لازم نطلعها من الثلاجه ونشغلها. هنعملها النهارده العصيده، عصيده القرع العسل النهارده بالعسل. هنشوف ايه الفكره، ودي من الحاجات الاكلات الشتويه اللطيفه الجميله اللي بتدي طاقه وبتدي دفء. طبعا معانا طبق صيام النهارده، لسان العصفور بالطماطم. هنعمل ازاي لسان العصفور بالطماطم مع فليفر من الكزبره، البقدونس، التوابل اللطيفه الجميله، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. تفاصيل كتيره في الحلقه بتاعت النهارده، والخبيزه بطريقه جديده لكل المبتدئين في المطبخ. طبعا الامهات كلهم شاطرين في عمل الخبيزه والاكلات الحلوه اللي احنا عارفينها. هناخد بعضنا ونطلع فاصل صغير، بعد الفاصل نرجع لطعم جديد وشكل جديد بتكلفه قليله جدا. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لعمل طاجن الخبيزه باللحم الكندوز او بشرايح اللحم. حته كده لطيفه وجميله فيها نسبه الدهون زي ما حضراتكم شايفين دسمه شويه، وانا من عشاق الدهون اللي هي بتبقى ما بين اللحم وبعضه، بتبقى لطيفه وجميله. هنعملها مع بعض ازاي؟ معانا خبيزه من الارض الطيبه مصر، حلو قوي، شكلها معروف. كل الصعيد المصري والريف المصري بيعرفها كويسه، الورقه الجميله عامله زي ورقه العنب. اهي. مخرجنا الجميل الخبيزه. الخبيزه النهارده بطريقه جديده، معاها لحم كندوز ومعاها رز مصري ومعاها طماطم ومعاها بصل او تومه. الخبيزه شكلها لطيف وجميل، هنستخدمها ازاي مع بعض؟ احنا هنشوف التفاصيل بعد دقائق معدوده. مقادير على الشاشه: خبيزه، لحم شرايح كندوز، بصل وتوم، مكعبين من الزبده، معلقتين من الزيت، معلقه فلفل حلوه، كزبره خضراء، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. اول حاجه هنتبل حته اللحمه اللي معانا دي. حلو الكلام؟ اه، الشرايح الحلوه دي كده نحطها هنا كده عشان هنشويها وناخد الطعم بتاعها. اللهم صل على النبي. حسب عدد افراد الاسره ممكن يكونوا 6 شرايح 8 شرايح زي ما انت حابه. اه الله، بالشكل ده كده. وناخد الطبق ده كده عشان انا مش بحب الدم. اهو حته اللحمه طالما اتقطعت بالشكل ده ما تتغسلش. اوعي حذاري تقطعي سكالوب، تقطعي بوفتيك. قطعت لحمه بعد ما اشتريتها من عند الجزار او جابها، لو غسلتها بميه كده انت بتفقدي جزء كبير من القيمه الغذائيه بتاعتها، وحته اللحمه شخصيتها بتتبهدل. يعني من الاخر، ادي اللحم معانا جاهز زي الفل. هنتبله مع بعض كده تتبيله سريعه، شويه الفلفل الحلوين، شوية الملح التمام، فص التوم المحترم، البصلية الحلوة الصغيرة دي كده اهو، حلو، ومعلقتين من الزيت. حلوة، ايه اللطافة دي يا عم الشيف؟ احنا مع بعض دي طريقة جديدة يعني. الخبيزة مفيدة جدا وقيمتها الغذائية عالية جدا، والموضوع دلوقتي بقى سهل جدا. عايز اعرف فايدة الخبيزة ايه؟ كبسة زر على التليفون اللي بين ايدك دلوقتي، وسيبيه من فضلك طالما الشيف المغازي على شاشه القناه الاولى، وقولي فايده الخبيزه ويطلع لك بقى تقري فيها للصبح. فايده الهندبه، هم كلهم فصيله واحده اللي هو السريس بتاعنا اللطيف الحلو الريف المصري والصعيد المصري بيستمتع بيه. حته اللحمه اتبلت اهي زي الفل، اهي ملح وفلفل، وما تكترش التوابل في حته لحمه طازه. معانا طاسه شديده الحراره، اهي زي الجريلا كده، اهي حلو. بنحط فيها معلقتين زيت صغيرين ومكعبين من الزبده صغيرين. يلا وناخد اللحمه دي يا عم الشيف، مخرجنا الجميل انا عارف بتحب انت اللحمه لما بتنزل على الجريل. هو ده، اه
اهو اهو هو ده اهو حلو قوي اهو. انا عايز مكان التحمير ده اهو. الله طريقة جديدة جربيها وقولي لنا رأيك فيها. عندك ريش مفيش مشكلة تحل الايه محلها زي الفل كده تمام. اللحمة هنا على النار معانا الخبيزة اه. الخبيزة انا مش هفرمها، انا هخليها زي ما هي بنفس التقطيعة دي والتوريقة دي اه. هنجيبها على الشاشة كده للسادة المشاهدين اه. دي الخبيزة اللي مش عارف شكلها من الجيل الجديد يشوف شكلها اه. دي اكلات من الزمن الجميل، خبيزة هندبة اه. الله اه شكلها حلو قوي زي السبانخ. هي كتير اه بس دي بعد ما تستوي طبعا هتشوفوها حضراتكم هيبقى شكلها زي. ولازم تتغسل كويس. تتغسل ازاي دي يا شيف؟ بميه من التلاجة من الحنفية مش بميه سخنة. بعد ما تقطعيها كده بالشكل ده كده بتحطيها في ميه وتسيبيها شوية عشان الرملة وعشان الطينة وعشان كل ده، وبعدين تصفيها وتخليها عندك بالشكل ده كده. وبعد ما تصفيها تتأكد ان الميه نظيفة مكان ما غسلتيها اه. دي الخبيزة بتاعتنا الحلوة. حلو الكلام حلو الكلام. طاسة تانية على النار بنحط فيها برضو مكعب من الزبدة مع معلقتين زيت صغيرين عشان نحمر بصلاية حلوة اهو. اللهم صل على النبي. ومكعب من الزبدة بصلاية حلوة. الله عليك وعلى والديك اه. ونحمر البصلاية مع مكعب الزبدة والزيت. وانا بحمر البصلاية مدرسة المغازي بتقول نحط البهارات بتاعتنا عشان عينينا ما تدمعش اه. والبهارات ملح وفلفل وشوية بابريكا. الله اه حلو اه. حمر البصلية حلو بالشكل ده كده. وانا بحمر البصلية بنزل بالتومة بتاعتي دايما. نصيحة مني، بتحمري تومة وبصلة تعملي تعصجي لحمة، تعملي صوص طماطم كلكسيه، تعملي صلصة طماطم لبيتزا، تعملي اي يخنة، فبتاخد بصلة وتومة. ما تنزليش بالتومة والبصلة في وقت واحد لان التومة هتتحمر وتسود معاك والبصلية لسه بتقول يا هادي. نوصل للمرحلة دي من التحمير للبصلة ننزل بالتوم بتاعنا. التوم شخصيته في انك انت تحافظي على طعمه ولونه اه. كذلك لما تيجي تعملي الطشه بتاعه الملوخيه، طشه الفته، التومه درجه احمرارها بيتوقف على طعم الطشه. بالشكل ده كده زي الفل يا عم الشيف اهو. نخليهم على جنب. معانا الرز المصري بتاعنا الجميل اهو. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده اهو. ونقلب معايا حله على النار بتغلي دي معانا كل يوم، فيها بوكيه جرنيه جزر كرفس بصل ورق لورا وحبهان قرنفل زي ما انت عايزه. دي معانا كل يوم اه اه. عايز انا شويه الميه دول اه زي الفل. ده الطعم بتاعي دون مكسبات طعم خارجيه لن اعرف مصدرها. زي الفل اخليها تغلي على النار جنبي اه. ده المطبخ المصري اللي على اصوله، ده المطبخ بتاع ست البيت اللي هو صحي بطريقه صحيه. وانت بتعملي كده انت عارف انك بتعملي اكل صحي اه. نحمر كده الرزه مع البصله مع التومه مع البهارات زي الفل يا عم الشيف اه. حلوه قوي. اخبار اللحمه ايه؟ نبص عليها كده. يلا خلونا نقلبها كده ونشوف فيها ايه الدنيا اه. بسم الله الرحمن الرحيم اه. خدت لون احمرت. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي اه اه. خليها كده يا نعم اهي. اللي اتحمرت ولا السليمه؟ قول لي عايز ايه؟ قول لي اه اه. دي لسه دي تقريبا لسه شويه سوا كمان اهو 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 اهو. الله عليك اهو اهو اهو. شفت؟ هو ده هو ده اهو. مخرج شاطر بيحب يستعرض الفن والشغل الحلو. ايه ده؟ مش انا لوحدي بشتغل، انا اقل واحد معايا فريق عمل اتوجه له بالاحترام والتقدير. فرسان التلفزيون المصري، الاساتذه المصورين والاخراج والاعداد والبروديوسر، كل ده يعمل ويجتهد لاستخراج او لاخراج صوره جميله جدا على شاشه القناه الاولى. اللحمه كده خلاص تقريبا في طريقه للسوى. الرز بتاعنا الجميل احنا بنقلبه كده مع البصله والتومه بياخد لون وبياخد طعم اه. حلو قوي يا عم الشيف اه. تمام.
ننزل على الرز ده يا عم الشيف بشويه شوربه. الخبيزه دي انا بحبها قوي. هو ده. يلا الرز يحل معايا. خبيزه بطريقه جديده، طاجن، هنشوف نعمله مع بعض ازاي. البهريز والطعم في قلب الجريلا اللي انا بشوي فيها اللحمه. معانا طماطم، بناخد شويه طماطم مضروبه في الخلاط. كفايه، حلو قوي. معلقه فلفله حلوه، طعم فين؟ الله. ناخد شويه ونقلب دول كده مع بعض. ظبطين الملح، نظبط الملح. ظبطين الفلفل الاسود، نظبط الفلفل الاسود. اسيبهم على النار دول يا عم الشيف ياخدوا غلوه. واللحمه بتاعتي اخبارها ايه؟ زي الفل، نشوفها تاني. انا عايز البهريز اللي بينزل من اللحمه دي. الله على شرايح اللحمه دي لما تغوص جوه الخبيزه دلوقتي ونرصها شرايح كده. على جريلا بالشكل ده كده. طريقه جديده. التقليبه دي حلوه زي الفل، اسيبها كده. والرز بتاعي على النار، حلو قوي. دي مرحله احنا بنسيبها دلوقتي تستوي. لحم على النار بيتشوي او بيستوي، معايا رز، عملت الخلطه الجميله. ايه الخطوات اللي هتتم بعد كده؟ انا مش هقول عليها للامانه. عارفين ليه؟ عشان تتابعوني بعد الفاصل، ما نروحش بعيد. تابعوني، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لخط سير الحلقه. انا مش عايزك تبقي زي، احنا معانا اخراج ومعانا طبعا وقت بيحكمنا. انا بعمل اكله، اعتقد لو انت هتعملها في المطبخ عايزه من الطايم تقريبا ساعه، فانا بديكي فكره عمل الاكله بطريقه جديده. احنا اتفقنا مع بعض بمقادير بسيطه وسهله تقدري تعملي اكل بطعم تاني وبشكل تاني، وهو ده مطبخك. بعمل الخبيزه باللحم الكندوز الشرايح مع الرز، شوف نعملها ازاي. هنا الخلطه بتاعتي الجميله الاساس اهي، الرز مع الطماطم مع التوابل، كل ده مع بعض يا عم الشيف. ناخد الخبيزه اللطيفه الحلوه بتاعتنا دي كده، نسقطها في قلب الايه؟ الخلطه دي. هو ده زي ما هي كده يا عم الشيف. دي طريقه. خلي بالك انا عندي بوكيه جرنيه على النار، جزر، كرفس، بصل، توابل. ناخد الخضره دي كلها مع بعضيها، حلو قوي. وسقط عليها شويه شوربه لطيفه. احنا معانا في المقادير استاذ رحاب بعد اذنك شوربه، قصدي لسان العصفور بالطماطم صيامي. نشوف مقاديره على الشاشه عشان اشتغل فيه بعد اذنك. معانا طماطم، معانا لسان عصفور في الحله بيتحمر، ومعانا شويه شوربه على النار. المقادير بتاعته على الشاشه، لسان عصفور بيتحمر مع زيت او زبده، ده صيامي بلاش الزبده. حمرنا لسان العصفور على الشاشه اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ لون كهرمانه كهرمانه اهو. زي الفل. عينيا يا باشا، خلونا نغطي الخبيزه. اخبار الخبيزه ايه؟ طبعا كل ما تتعرض على النار بالشكل ده كده كل ما ايه بتخس. خلي بالك هنغطيها شويه. انا عايزها تهبط شويه. ادي لسان العصفور على النار، سمعنا الصوت ده؟ صوت لسان العصفور، صوت الشعريه وهي بتتحمر مع رز بالشعريه. قلب الصغير لا يتحمل للامانه الريحه والطعم. ورق لورا وحبهان، فصين من القرنفل، ونحمر لسان العصفور بالشكل ده كده. وانا بحمره بنزل ببصلايه حلوه كده علشان تبقى اهو ده كده اهو. حلو. واكمل تحمير، تقوم البصلايه تاخد لون، بس اللون لسان العصفور هو اللي يبقى غالي. معانا فص ثوم، حلو قوي. ناخد صوص الطماطم بتاعنا الجميل، وخلص كده لسان العصفور بالطماطم اهو يا ويلي. هو ده الشوربه بتاعت اللطيفه.
بصفيها اهي. اللهم صل على النبي. خلي بالك على الشيء. اوبا هو ده. شكرا. شفت انا شغال ازاي؟ ونقلب. خلص لسان العصفور يا عم الشيخ. للامانه مع علاية سكر حلوه كده عشان اللي معاه مشاكل مع الحموضه دايما. طالما بتستخدمي صوص طماطم البهارات بتاعت الاكله الحلوه دي كده، ملح فلفل، واظبطي التوابل بتاعتك، سنه بابريكا صغيره، وده صيامي. نقلبه على النار. هو ده خلص. ده نغطيه يا عم الشيف. مخرجنا نغطيه، بص عليه كده نظره. ده حلو قوي. لسان العصفور هيستوي مع صوص الطماطم اللطيف ده كده، تاكل صوابعك وراه. عايزاه سبايسي يبقى لطيف وجميل. حلو، نشوف موضوع الايه، الخبيزه وصلت لفين معانا. نقلبها كده. اللهم صل على النبي. هتنزل طبعا الشوربه بتاعتها والسائل بتاعها. دي الخبيزه مع الرز. انا عايز حضراتكم تجربوا الطريقه دي لعمل الخبيزه. انا عارف الامهات شاطرين في عمايلها، وخاصه الريف المصري والصعيد المصري، لان دي اكله من الزمن الجميل. شفت الخبيزه راحت فين؟ خلاص عامت مع الرز. خست. حلو قوي. خلي بالك في حاجه هنا، الحله اللي على النار اللي انا فرحان بيها دي. بناخد شويه شوربه من هنا كده. يا ويلي يا ويلي. هو ده. ونشيل دي ورا، وتعالوا نعمل مع بعض طاجن الخبيزه باللحمه. بيتكلم مصري. شرايح اللحم زي ما هي كده عايزها، وعندي الخبيزه جاهزه. يلا عشان ندخله الفرن مع بعض قبل الفصل بتاعنا. طعمه مظبوط زي الفل. هنيجي هنا كده. يلا مخرجنا الجميل، شوف الصوره الحلوه دي كده من الارض الطيبه مصر. دي الخبيزه مع الرز. يا ويلي. طبعا بندي مساحه. حلو قوي. ونحط كده، وناخد اللحمه الحلوه الشرايح دي كده. تعالي يا حلوه. هو كده. الله، كمان واحده. ايه الحلاوه دي يا عم؟ اول مره اشوف الخبيزه تتعمل كده. جربي. ما هو المطبخ ايه؟ تجارب. شو لك اسال المجرب. او انا جربتها او انا عملتها. دي شرايح اللحم تقريبا هي استوت اهو، عايمه عوم في بهريز وصلصه لطيفه اهو. ناخد بقيه يا عم الشيف الخبيزه اللي عندي اهو. عينيا، ده انا هدلعك اخر دلع دلع. ده بقيه الرز اهو. يلا هو ده. الفرن جاهز، درجة حرارته 180. يا دلعك يا شيخ. فين الخبيزة؟ خبيزة مبسوطة آخر انبساط ما بين شرايح اللحم الكندوز. ناخد بقى التركية بتاعت المغازي أهي. بص عليا بقى. هو ده الدلع. فوطة كده حلوة. اللهم صل على النبي. وناخد البهريز ده يا عم الشيف. هو ده، هم السر هنا. يلا يلا، ما تضيعش الفرصة دي. خلي بالك، هي دي الفرصة. هو ده. يا ويلي يا ويلي. هو ده الطعم هنا. درجة حرارة الفرن عندي 180. انت كلت الخبيزة بالطريقة دي قبل كده؟ مع احترامي لكل الأمهات، مع احترامي لكل السادة المشاهدين، جوه الخبيزة دي لحم شرايح كندوز لطيفة وجميلة. هندخلها الفرن. يلا بينا. درجة حرارة الفرن عندي 180. صلي على الحبيب، قلبك يطيب. هناخدها زي ما هي كده يا عم الشيف بدون أي إضافات. في درجة حرارة 180 وندخلها الفرن. الله، الانسجام ما بين الخبيزة والرز المصري وشرايح اللحم الكندوز من عند جزار حبيبنا. هنسيبهم في قلب الفرن لمدة 10 دقايق. ناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير ونرجع بعد الفاصل. مفيش فاصل ازاي؟ احنا قلنا في فاصل. طلعوني فاصل. يلا. طيب معانا النهارده يا شباب هنعمل القرع العسلي، هنعمله عصيدة. نشتغل فيه؟ قولوا لي نشتغل فيه، أنا جاهز. ده حاضر يا فندم. القرع العسلي عصيدة، مقاديره على الشاشة. مقادير القرع العسلي عصيدة. معانا قرع عسلي سليم ومطحون. يعني إيه مطحون؟ يعني بعد ما استوى ضربناه في الخلاط. هتجيب الاتنين مع بعض أهو. زي الفل. ده حلو بالعسل. اللهم صل على النبي. والمقادير على الشاشة. قرع عسلي سليم وفي معانا مستوي جاهز عشان نكسب وقتنا، ووقتنا من دهب على شاشة القناة الأولى.
ومعانا طاسة لطيفة وجميلة، وتعالوا نشوفوا ازاي نعمل عصيدة القرع العسلي. حط الحلة كده على النار. قواعد عمل العصيدة اتعلمنا من أمهاتنا، شوية دقيق، شوية سمنة بلدي من بين أصابع إيديها، معلية فانيليا زي موجود، والعسل بتاعنا الجميل خير أرضنا زهرة البرسيم. دي المقادير شفناها مع بعض قبل ما نطلع الفاصل بتاعنا عشان نرجع نقدم شوربة الطماطم بلسان العصفور صيامي. معانا حلو ولطيف وجميل شتوي عصيدة القرع العسل وحقوق الطبع لدينا، وبس معانا طاجن في الفرن بيتكلم مصري بكل تفاصيله. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لطاجن صيامي لطيف وجميل، نقدر نقول طاجن لسان العصفور بالطماطم، شوربة لسان العصفور بالطماطم. امتى تسمى شوربة لسان العصفور بالطماطم؟ لو كترنا الشوربة اللي معانا دي، قللنا الشوربة اللي معانا دي بقى طاجن لسان العصفور بالطماطم. عايزاه سبايسي مش عايزاه سبايسي حسب الرغبة، ولكن ما تنسيش معلقة سكر في قلب الطاجن ده كده عشان مشاكل الحموضة. نغرفه مع بعض. عينيا يا غالي هوريك دلوقتي الخبيزه، هوريها لك دلوقتي واوريك جمالها ودلعها وهي بتتكلم مصري في قلب الفرن. الله، ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده. دي عايزه شويه بقدونس. الله الله، دايما بتحطي بقدونس او كزبره خضراء للطواجن او للشوربه، حطيها قبل التقديم مباشره. ناخدها مع بعض كده ونغرفها عشان نخلص منها، عشان عايز اطلع قنبله من الفرن. اللهم صل على النبي. دي مكانها فين هنا؟ يلا ابا، دي صيامي، صيامي 100%. غرفها مع بعض. ايه الحلاوه دي، ايه الجمال ده يا عم الشيخ. اهو ما ينفعش عينيا، عايز كده يعني عينيا. اهو اهو، حاضر حاضر. مخرج عايز يستعرض الابداع والفن. عينيا، اوبا، الطاجن بتاعنا، الحله بتاعتنا، يلا. هو ده لسان العصفور بالطماطم. نروع عليه كده يا عم الشيف زي الفل. نطلع الخبيزه من الفرن. اللهم صل على النبي. وانت بتقدمي الطماطم دي او مع لسان العصفور، انا شخصيا احب اقدم معاها شويه رز ابيض. معانا رز ابيض، معانا رز ابيض. تبقى لطيفه وحلوه. ده مكانها كده، تمام. ناخد مع بعض نشتغل في العصيده. طاسه شديده الحراره على النار. نجيب معلقه التقليب بتاعتنا المعتاده معانا، ما عدتش لا على بصله ولا على تومه معانا اهي. عينيا، هطلع الخبيزه دلوقتي، بس خلينا احط الايه؟ العصيده على النار، وشويه سمنه بلدي. في موسم الشتاء السمنه بتبقى ايه؟ ماسكه نفسها شويه. الله. زي الفل. هنحمر شويه الدقيق بتوعي في قلب السمنه بتاعه العصيده. عندي جوز الهند بتنزل على الدقيق تتحمر. عندي شويه فانيليا بنحمرهم، ونسيب دول يا عم الشيف بيتحمروا كده. ايه فكره العصيده او عصيده القرع العسلي؟ ان انا بعمل العصيده المعتاده اللي هي عباره عن دي وسمنه على النار، بتاخد عسل وقت التقديم، طعم الفانيليا فيها، طعم الحبهان فيها، طعم جوزه الطيب فيها، حسب الرغبه وحسب بلد المنشا. اخواننا في الخليج يحبوا دايما مع العصيده الحبهان والهيل، اللي هو الهيل. حلو الكلام. احنا نحبها هنا مع فانيليا. نقلب السمنه مع الدقيق لغايه لما نقلب كل ده مع بعضه على النار. حلو قوي. تعالوا مع بعض نطلع الخبيزه بتاعتنا الجميله. يلا يا غالي، جت فرصتك. بص على الفرن، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. ايه اللي انا عملته في الفاصل يا عم الشيف؟ اللي انا عملته في الفاصل بشياكه، معانا الطاجن بتاعنا ومعايا طماطم شيري صغيره. الطبيعي ان انا بزين الطبق بتاعي بالطماطم الحلوه زي الفل كده. دي جواها لحمه، جواها لحمه. الله،
ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ بتحبوني؟ سامعكم بجد ولا جربوا الطاجن ده وقولوا انتوا بتاكلوا الطاجن ده حقوق الطبع لدينا وبس على شاشه القناه الاولى. للامانه حد عمل الخبيزه بالطريقه دي كده قبل كده؟ لا. نقلب الدقيق الجميل مع السمنه الحلوه اهو، ننزل بالقرع العسل الجميل. يا سلام على قرع العسل، بيتكلم مصري اهو اهو. جبنه رعايه عندنا في الثلاجه قطعناها مع بعض، فاكرين الاسبوع الماضي الاسبوع اللي فات لما عملنا منها شوربه القرع العسلي؟ اهو اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ده ممكن يتعمل ايس كريم يبقى لطيف كمان. ممكن البطاطا، يا عصيدة البطاطا، البطاطا انا احب اكلها مشويه والله يا شفيق بصراحه. في راجل طيب كده على نص الشارع بيعملها، بيديني طبق بطاطا حلو مع شوكة في طبق حلو كده، دي حكاية. شفت؟ طلعت العصيدة. يا فندم ايه تبس الخروف الضاري ده بس قولوا لي. شايفين التقليبه دي كده اهو اهو بالشكل ده كده، كتف الخروف الضاني، كتفه كتف الخروف الضاني. خروف الضاني ده الكتف بتاعه ده له طرق كتيره متعدده الوصفات. ممكن نحشيه توم مع روزماري وياخد التتبيله اللطيفه من الملح والفلفل ويتعمل في ورقه زبده مع ورقه فويل ويخش الفرن. الله، طعم الفانيليا طبعا جميل زي الفل. اوعى ايدك تروح على الحله اللي فيها بوكيه جرنيه، احنا مش بنعمل اكله، احنا بنعمل حلو. ايدك تروح على براد الشاي لو احتاجت ميه، خلي بالك هي مش هتحتاج ميه. دي العصيده اهي، عصيده القرع العسلي بالعسل، ويجعل ايامكم كلها عسل. على النار، نسيبها على النار لغايه لما تاخد غلوه. الله، جوزك في البيت دخليه المطبخ، قول له تعالى يا حبيبي بقى، مش عايز تاكل على السهل وخلاص، هو يقلب فيها لان دي عايزه تقليب مستمر علشان الدقيق يستوي مع العصيده مع القرع العسلي. تاخد مجهود شويه ويبقى لها قوام. قبل ما نطلع الحلقه بتاعتنا تخلص بدقيقتين يا شباب قولوا لي عشان اغرفها. يلا. التقليبه دي مهمه جدا. فيها جوز الهند، فيها جوز الهند، عايزين زياده جوز الهند نحط جوز الهند زياده. دي العصيده، جربيها واعمليها في ايام الشتاء. نقلب كده اهو، طبق التقديم يا عم الشيف معانا، اللهم صل على النبي، هو ده. الله، ما اقولكش. الله، رز ابيض معانا، ونغرف العصيده بتاعتنا اهي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ قرع عسل من خير ارضنا. فيها سمنه بلدي، فيها دي لما تبرد طبعا بيبقى لها القوام، خلي بالك كل ما تبرد كل ما تشد. حلو قوي، معانا عسل نحل. الله، بص على العسل وهو نازل على العسل، شفت العسل وهو نازل على العسل؟ ده عسل زهره البرسيم. كل ده من خير ارضنا. نازل يتناغم. عصيدة القرع العسلي بالعسل، فكرة لطيفة وجميلة، قيمتها الغذائية عالية جدا. عملنا طاجن الخبيزة باللحم الكندوز الشرايح بفكرة جديدة برضو، عشان لما أقول المطبخ رؤية وفن وإبداع، ده مش من فراغ، خبرة السنين. يلا يلا آخر معلقة عسل للحلوين. هو ده. حلقتنا النهارده فيها بساطه، فيها سهوله، فيها مرونه، ولكن الاساس الطعم الجديد والشكل الجديد بمدرسه المغازي. منين يا عم الشيف؟ منين؟ سمعوني، من مزبيرو. يلا